مستمرون معكم مشاهدينا، وأجدد الترحيب بضيفي في هذه الحلقة الدكتور يسري العزباوي، الكاتب الصحفي والخبير بمركز الأهرام للدراسات الاستراتيجية. أهلا بك معنا. أستكمل معك بمقال أو تقرير كتبته صحيفة السفير، والتي افتتحت عددها بنعي علي البزال الجندي اللبناني المقتول، وصفة إياه بضحية التواطؤ القطري التركي مع الإرهاب. فبحسب مصادر الصحيفة، لم يمارس القطريون أي ضغوط على الجهات الخاطفة، أما الأتراك فقرروا النأي بأنفسهم. من جانبها، انتقدت صحيفة الأخبار الحكومة اللبنانية قائلة إنه عندما تدخل الدولة في مفاوضات مع هؤلاء الوحوش بتراخ وبمزايدات سياسية، عندها يكون إعدام أسرها نتيجة منطقية لفقدان هيبتها. فيما يتساءل إميل خوري في صحيفة النهار، هل ورث حزب الله الوصاية عن سوريا؟ فالحزب يتصرف كما كانت تتصرف تلك الوصايا، وإن بأسلوب مختلف. تلك الوصايا وجدت لها حلفاء في لبنان يعطلون انتخاب رئيس الجمهورية ويعيشون على بقاء التناقضات في المشهد السياسي. دكتور يسري، هل برأيك أدى الكشف الإعلامي عن اعتقال السلطات اللبنانية لزوجات المخطوفين أو زوجات الإسلاميين عفوا إلى عودة المفاوضات إلى نقطة الصفر، وبالتالي مقتل وإعدام علي البزال؟ بالتأكيد، خاصة وأن يعني تنظيم داعش وجبهة النصرة على وجه التحديد بتتبنى استراتيجية قائمة على فكرة ليس فقط التفاوض، ولكن تعظيم المكاسب السياسية والإعلامية والمادية أيضا على وجه التحديد. وهو ربما أدى، وأن التجاذبات السياسية والطائفية في لبنان أدت إلى هذا المشهد الذي لم نرى حكومة قوية تستطيع التفاوض مع هؤلاء. الأمر الآخر هو محاولة توريط الجيش اللبناني في هذه الحرب، خاصة وأن هناك الكثير من المؤشرات على أن حزب الله يحارب مع الجيش النظامي السوري ضد جبهة النصرة على وجه التحديد. الأمر الآخر، لا توجد أدلة حقيقية متعلقة بضبابية هذا المشهد وما ومع من يتفاوضوا ومن الوسيط. وهنا في اتهامات بشكل مباشر لقطر وتركيا، على ليس فقط على اعتبار انهم احد المفاوضين في هذه المساله، ولكن ايضا لهم علاقه بشكل مباشر مع جبهه النصره ومع تنظيم داعش على وجه التحديد. وهذا ادى لمساله ليس فقط تصدير النفط، ولكن امتدادات هذه التنظيم على الارض. طيب، كل ما تقوله حضرتك عبرت عنه الصحف اللبنانيه، فمثلا في اتهامات لحزب الله بالتواطؤ او يعني المسؤوليه عن الازمه، لانه من البداية ناصر بشار الأسد وتدخل في المسألة السورية. هذا جاء على لسان إميل خوري في صحيفة النهار. هناك اتهامات أخرى وجهتها صحيفة الأخبار، وهي طبعا المقربة من حزب الله، وجهتها للحكومة اللبنانية. هناك اتهامات أخرى وجهت من قبل صحيفة السفير للجانب القطري والتركي. ما رأيك في كل هذه الاتهامات التي نقلتها الصحف، وربما تعكس حالة الانقسام التي يعيشها المجتمع اللبناني حاليا؟ بالتأكيد، خاصة أن في مشاكل كثيرة جدا متعلقة ب انتخابات الرئيس والحكومة وما إلى ذلك. الأمر الثاني، لا يوجد موقف محدد للدولة اللبنانية بكافة أطيافها تجاه ما يحدث في المنطقة. الأمر الثالث هو محاولة يعني تجاذبات، ليس فقط ما حدث في إرسال، ولكن أيضا إقحام الجيش اللبناني في حرب داعش ومواجهة جبهة النصرة على وجه التحديد، بعدما تورط حزب الله في حرب حقيقية مع هذه الكيانات التكفيرية. الأمر الآخر هو نقص الإمكانيات لدى الجيش اللبناني على وجه التحديد. ونحن نعلم أن هناك صفقة سعودية فرنسية لتسليح الجيش اللبناني. الأمر الرابع وهو الأكثر أهمية من وجهة نظرية، ومسألة ما زالت لبنان ساحة ليست فقط للصراعات الداخلية، ولكن للصراعات الإقليمية والدولية على وجه التحديد، مع فكرة فشل الولايات المتحدة الأمريكية في حربها على الإرهاب. نعم. طيب، من علي البزال إلى رهينة أخرى راحت ضحية الإرهاب أيضا، لكن هذه المرة في اليمن، حيث حاولت قوات أمريكية ويمنية تحرير الرهين الأمريكي لوك سامرز، إلا أن المحاولة باءت بالفشل وأسفرت عن مقتله بحسب صحيفة دي تيليغراف. كما قتل خلال الهجوم الأمريكي عدد من مقاتلي القاعدة. من ناحيته، استنكر أوباما الحادث، ونقلت صحيفة The Guardian عن الرئيس الأمريكي قوله إن الولايات المتحدة لن تدخر جهدا لإعادة الأمريكيين إلى موطنهم سالمين أينما كانوا، متوعدا الإرهابيين بأن تطالهم الذراع الطويلة للعدالة الأمريكية، وذلك على حد قوله.
فيما وصل وزير الدفاع الحالي تشاك هاجل إلى أفغانستان معقل تنظيم القاعدة في زيارة مفاجئة قبل أيام من تركه لمنصبه بحسب صحيفة الشرق الأوسط. وصرح هاجل أن الولايات المتحدة ستؤجل سحب ما يصل إلى 1000 عنصر من قواتها من أفغانستان إلى السنة المقبلة ليبقى 10800 عنصر بدلا من 9800 في أفغانستان حتى نهاية العام الحالي. دكتور يسري، التفسيرات والتحليلات الصحفية، بعض الصحف او احد هذه التفسيرات تقول انه يعني باراك اوباما اعطى نصرا سياسيا لجماعه او تنظيم القاعده بدون ان يقصد، فما هي المكاسب السياسيه التي يعني قدمها لهم او منحها لهم من خلال عمليه الانقاذ الفاشله؟ اولا بخطه اوباما لمحاربه الارهاب قدم نصرا ليس فقط لداعش او القاعده ولكن لكل الكيانات الارهابيه على وجه التحديد، رقم واحد. رقم اثنين، اتساع الفجوه ما بين رؤيته ورؤية وزير الدفاع الحالي أو الذي تم تغييره بعد تولي أشتون كارتر أدت لي أيضا مزيد من هذه المكاسب. الأمر الثالث وهو الأكثر أهمية هو عدم وجود تعريف واضح للولايات المتحدة الأمريكية في حربها على الإرهاب، ويتم التعامل مع هذه الحرب بالقطعة، يعني بسياسة بالقطعة على وجه التحديد. وهنا ربما يحاول أوباما إنقاذ ما يمكن إنقاذه من يعني بعد سيره المتتالية وحزبه في الانتخابات التجديد النصفي. الأمر الثالث أو الرابع أو الأكثر أهمية، هناك تحالف يضم 40 دولة الآن لمواجهة الإرهاب في منطقة الشرق الأوسط، واقتصر هذه الحرب على سوريا والعراق، وما زال هناك اليمن، ما زال هناك ليبيا، ما زال هناك مالي، ومن ثم للأسف الشديد وعدم وجود قوات برية على الأرض. وهنا كان وزير الدفاع المستقيل أو الذي تم إقالته كان لديه رؤية أنه لابد من وجود قوات برية على الأرض حتى يمكن تكثيف منابع الإرهاب. الأمر الآخر هو الولايات المتحدة الأمريكية التي نقلت حربها على الإرهاب من الأراضي الليبية، من الأراضي الأمريكية عفوا، للأراضي منطقة الشرق الأوسط، بينال مواطنيها أيضا نصيب من هذه الحرب بإعدامات مباشرة. الصحف أيضا نقلت تحذير أوباما من أنه سوف يقوم بإجراءات عنيفة، ما الإجراء الذي قد يتخذه أوباما؟ أنا لا أعتقد أن هناك مزيد من الإجراءات، أكثر منها ربما اعتقال، ربما مزيد من الضربات الجويه التي لن تسفر عن شيء مطلقا، ربما مزيد من تضييق الخناق حول مصادر التمويل، ربما ايضا تفاوضات بشكل مباشر مع الدول التي تدعم الارهاب او تساند الارهاب والتي باتت معروفه وكانت بالتراضي ايضا مع الولايات المتحده الامريكيه. الامر الاخير من وجهه نظري ربما ارسال بعض المزيد من القوات العسكريه الاضافيه ليس فقط في العراق وسوريا ولكن ايضا في اليمن. طيب دكتور يسري، أتابع معك هذه الجولة في الصحف من خلال رصد للصحف الأمريكية التي تمت بقضية تقرير CIA ونتائج هذا التقرير. قالت صحيفة The Washington Post إن التقرير المكون من 600 صفحة وأعده مجلس الشيوخ الأمريكي يكشف عن أساليب التعذيب التي استخدمتها وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية CIA في الفترة ما بين 2001 و2009 كالحرمان من النوم والإيهام بالغرق. ويخلص التقرير إلى أن هذه الممارسات على قسوتها لم تنجح في توفير معلومات استخباراتية ذات قيمة. فيما كتبت صحيفة The Hill عن تحذير وزير الخارجية الأمريكي جون كيري من أن نشر التقرير قد يعرض الرهائن الأمريكيين المحتجزين للخطر ويثير العنف في منطقة الشرق الأوسط. ذكرت صحيفة هافينغتون بوست أن التقرير كان عالقا لأشهر بسبب النزاع حول أسماء الدول التي ساعدت في عمليات الاستجواب والأسماء الحركية لعملاء الوكالة، وتم الاتفاق على الإشارة للدول بشكل افتراضي دون الإفصاح عنها بصراحة. طيب صحيفة The Hill نقلت تحذير كاري من توقيت الإعلان عن نتائج هذا التقرير، هل يعود تحفظ جون كاري ربما إلى يعني حرصه على سلامة المواطنين الأمريكيين أم إلى تخوفه من نتائج الإعلان عن الدول التي شاركت في هذا التقرير أو في هذه الممارسات؟ نعم، أنا أعتقد الاثنين معا.
جون كيري الآن والولايات المتحدة الأمريكية في مأزق، لأن هناك رهائن أمريكان في أيدي القاعدة على وجه التحديد، وبعض وجبهة النصرة وحتى داعش على وجه على بشكل واضح. الأمر الثاني إن هي فشلت في مواجهة هذه الحرب. الأمر الثالث ربما يؤدي هذا التقرير لمزيد من القوة لدى هذه الجماعات للتمدد والتوجه بضرب مصالح الولايات المتحدة الأمريكية وليس رعاياها فقط في منطقة الشرق الأوسط، ومن ثم سوف تصبح الولايات المتحدة عاجزة وتنكشف أمام حلفائها في المنطقة الذين ساعدوها على الاعتقالات والاستجوابات. وهنا بالتأكيد أغلب دول المنطقة تعاونوا مع الولايات المتحدة الأمريكية. الأمر الأهم من وجهة نظري أن الولايات المتحدة الأمريكية التي تتحدث وتتشدق بالديمقراطية وبحقوق الإنسان كشفت عن وجهها الحقيقي في مثل هذه الأمور، خاصة وأنها أحد أدوات الولايات المتحدة الأمريكية للضغط على الدول في الكثير من بلدان العالم هو ملف حقوق الإنسان، وهذا ما حدث مع روسيا وما يحدث الآن مع الصين. فبالتالي تتحدثين عن الديمقراطية وأنت أو حقوق الإنسان وتقومي بآليات مختلفة تماما للاستجوابات. فده كله هيضيق على مساحة التحرك الدولي للولايات المتحدة الأمريكية وخاصة في منطقة الشرق الأوسط. طيب هناك نقطة أخرى، الصحف الأمريكية تابعت طوال الأشهر الماضية الصراع بين السي آي إيه والبيت الأبيض حول كم المعلومات وطبيعة المعلومات التي يجوز الكشف عنها في هذا التقرير. هل الكشف عن التقرير بشكل نهائي يساعد على حسم هذا الصراع ويساعد على إسدال الستار على فكرة ممارسة التعذيب في السجون وطرق طرق الاعتقال الأمريكية؟ أنا لا أعتقد هذا، خاصة وأن من قام بإعداد هذا التقرير هم مجموعة من البرلمانيين على وجه التحديد. الأمر الثاني، إحنا حتى بنقولها بالمصري، ما خفي كان أعظم. ربما كمان شهادة المسألة كانت هذا التقرير عبارة عن شهادات حية من المعتقلين فقط، ولكن نحن نريد الكشف عن سياسات وأدوات الولايات المتحدة الأمريكية في الكثير من مسائل الاعتقال، خاصة وأن ليس هذا هو التقرير الأول الذي يتحدث عن التعذيب وممارسة الولايات المتحدة الأمريكية. هذا حدث في في أبو غريب بالضبط، وفي أبو غريب وفي أفغانستان أيضا، وفي الكثير من القاعدات العسكرية التي انتشرت للولايات المتحدة الأمريكية في المنطقة. الأمر الأخير في هذا الملف أنه ما زالت ممارسات الولايات المتحدة الأمريكية قائمة بنفس الأدوات، وربما تزداد صعوبة في المستقبل. نعم، الدكتور يسري العزباوي الكاتب الصحفي والخبير بمركز الأهرام للدراسات الاستراتيجية، أشكرك شكرا جزيلا على وجودك معنا اليوم وعلى هذا التحليل للصحف. مشاهدينا الكرام، وصلت وإياكم إلى نهاية هذه الحلقة وختام هذه الجولة في الصحف. شكرا لحسن المتابعة، انتظرونا في حلقات جديدة من الصفحة الأولى مع أحدث وأبرز ملفات صاحبة الجلالة. تحياتي هبة جلال.